ورضنا الآن هذا النبأ العاجل حضرة السادة المشاهدين، حيث أجرى رئيس السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اليوناني الجديد كيرياكوس ميتسوتاكس لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة الحكومة اليونانية. وأكد الرئيس خلال الاتصال على قوة العلاقات بين مصر واليونان وما تشهده من تطور وزخم متزايد على مختلف مستوياتها، سواء في إطارها الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، معربا عن التطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليونان إلى آفاق أرحب. كما أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي قدم خلال الاتصال الدعوة لرئيس الوزراء اليوناني لزيارة القاهرة، سواء في الإطار الثنائي لبحث أوجه التعاون بين البلدين والتشاور تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص تجسيدا للزخم السياسي المصاحب لتلك الآلية. من جانبه أعرب رئيس الوزراء اليوناني خلال الاتصال عن شكره وامتنانه للرئيس السيسي على تهنئته بالفوز في الانتخابات اليونانية ورئاسة الحكومة، مؤكدا اعتزازه بصداقته لمصر وحرصه على تعزيز العلاقات مع الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، وكذلك أكد على اعتزازه بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط. كما ثمن رئيس الوزراء اليوناني خلال الاتصال على جهود مصر تحت قيادة السيد الرئيس في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن تلك الجهود حققت الاستقرار والأمن في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وكذلك للقارة الأوروبية.